هانا اخي زكريا، هانا اللهم بارك، هانا الناس اللي باغين بي سي اي 5 8 ام. اسمع اخويا، اسمع المواصفات واسمع الثمن. ثمن اخويا العزيز فقط 3600 درهم. 3600 درهم. شوف شنو غتجيب لك عند المشعشع. انا اخويا العزيز، انا اش بي المعلم، الريفيرونس ديالو اش بي ايليت بوك 840 جي 5. اش بي ايليت بوك 840 جي 5. انت اخويا العزيز اي 5 8 ام، انت اي 5 8 ام 256 8 جيجا في الرام. شوف ليطا ديالو اخويا العزيز، اللهم سخر وبارك. بي سي ديالنا الاخوان ما فيهش حس البلاستيك. شوف معايا اللهم بارك، شوف شوف ليا، شوف ليا، شوف شوف ليا غير هذا اللوغو ديال اش بي كيفاش مطروزه فيه. هانا خويا العزيز، هانا لي فور اللهم بارك. بي سي ديالنا سليم 14 بوس، فيه 14 بوس. الناس اللي باغا بي سي كبير اللهم بارك. انت شوف معايا، شوف معايا خويا اللهم سخر. نشوفوا لي كونفيغوراسيون ديالو. انت شوف هذا طافي، اجي خويا. انت انت خويا، الناس اللي تقول لك باغيين نشوفوا لي كونفيغوراسيون كاملين، زومي لي اخويا زكريا. انا الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا، هو اش بي ايليت بوك 840 جي 5. اش بي ايليت بوك 840 جي 5 اي 5 8 ام. الريفيرونس ديال البروسيسور الاخوان 82 50 او. شحال ديال لي كور اخي زكريا؟ 4 ديال لي كور، 8 ديال لي بروس. انا خويا التردد ديال البروسيسور 1.60 هرتز، كيوصل ل 1.80. ها انت اخويا العزيز عندك هاد اللعيبه ديال الكاميرا اللهم بارك. شوف لي، شوف لي اخويا النقا ديال البي سي ديالنا الاخوان. هذا نتحداك اخويا زكريا، جيب لي بي سي اش بي في 4 شهور ديال الضمانه اي 5 8 ام ب 3600. كنعرف اش كنقول، 3600 14 بوس، ماشي 13 بوس، ماشي 12 بوس. وريني الفرص يا حسن، شنو غنوريك؟ نشوفوا البي سي بشكل يعني. انا خويا اللهم بارك، انا عندنا اليو اس بي هنا. انا زيد بزاف ديال الناس تيقول لي وريني لي بور ديال البي سي. انا لي بور اللهم بارك. وهذا وسليم كما تشوف اللهم بارك. ترا سليم المعلم. ها انت شوف، هنا عندك عندك لاش دي ام اي، عندك يو اس بي بلاص لي زياد. البور ديالك كاملين. تيب سي ايضا. شارجي منه. شارجي منه. كما تنعرفوا الكابليات دابا سي حسن ولا توجي فيه السيف ديال السي. هنا عندك اخويا العزيز كارت ميموار، لاكارت سيم، تقدر دير فيها لاكارت سيم. هنا ديال جاك اللي زيات اش دي ام اي ار جي 45، هادي ما عرفتش اش ديالاش. هنا تيب سي، وهنا في البلاصه ديال الشحن، الشاحن ديالو اوريجينال الاخوان 100%. عطيني واحد الشاحن، عطيني واحد الشاحن ديالو اوريجينال. شحال من واط هذا السي؟ هذا كيدعم 65 واط. 65 واط اخويا زكريا. فانت عندك البصمه ديالك اخويا العزيز، عندك المسائل ديالك، كتمشي ناضي كامل مكمول يا المعلم. انت شوف معايا غير لي كونفيغوراسيون اخي زكريا، راه لي كونفيغوراسيون ديالو بهذا الثمن هذا مستحيل انك تلقى شي بي سي فيه هاد لي كونفيغوراسيون. فيه اي 5 8 ام، اي 5 8 ام 256 اس اس دي 8 جيجا في الرام فقط ب 3600 درهم. 3600 درهم. عطيني الشاحن ديالو. عطيني هذا ماشي 360 درهم؟ لا ماشي 360، هذا خويا ماشي 360، هذا ما كانش 180 درجه. انت كيف ما كتشوف معايا بي سي ديالنا هو هذا، الشاحن ديالو 65 واط الاخوان، هو هذا ياك هو اللي جمع. هذا الشاحن ديالو 65 واط، عشان غتبان لكم هنا. المهم راه الشاحن اللي كيجي معاه الاخوان 65 واط، حنا كنعطيكم مع هذاك الراس الاخر، كتمشي هنا كامل مكمول بي سي انفورماتيك كيف ما كتشوف معايا. لو فيس العباد ديال كاملين ناضيين فيه. هادشي اللي عندنا الاخوان، عندنا تقريبا شي 10 ديال القطع، 10 ديال الحبات الاخوان اللي عندنا، 1 2 3 4 5، عندنا 10 ديال القطع كيف ما كتشوفوا معايا. ها هما عندنا هادو، تا هما هما اخي زكريا، ها هما تا هما راه هما هادو. انت كلشي نقي اللهم بارك، صافي راه باين. نوريهم لا شي، نوريهم شي قطعه صافي باش تسير. عطيني شي طلوش ولا شي لعيبه عطيني عليك. انت شوف اخويا العزيز، 10 ديال القطع هنا، هنا اخويا العزيز هنا. علاش كنقول اخويا شحال عندنا ديال القطع؟ دابا بزاف ديال الناس كيشوف الفيديو معطل وكيجي كيقول لك لا راه انتوما ما كتقولوا لينا لا، فاش كنجي ما كنلقاش. بان لك الفيديو، بان لك الموديل ديال البيسي اللي بغيتي، جي جري ما قدرش يجي في سي لافون. المهم دابا بحال داك ديل ديال داك ديل اللي درنا البارح الاخوان ديال ديال 2400 طاكسي الاي 5 سيزيام ستيام، والله ما بقى داك الشيء اللي كان الاخوان كلشي دوك القطع كلهم مشاو. انا خويا العزيز اللهم بارك، انت يا سادة مقيمين اللهم بارك، 4 شهور ديال الضمان كيف ما كتشوف معايا. بزاف ديال الناس السي حسن تيقولوا للدراري الفوق خلي ليا خلي ليا، ما خدامهاش هذيك القضيه. لا جي ضروري، لانه بزاف الناس تاي. انت اخويا اللهم بارك، انت انت يا سلام اللهم بارك. نلقى 10 على 10
دونك كيف ما قلنا لكم الاخوان شتي البيسي المناسب بالنسبه لك. حنا ان شاء الله تعالى في جوهره فون ماركت راه غندوزو تقريبا جميع الاصناف والاشكال والانواع ديال البيسيات. كل نهار ولا كل يومين غنحاولوا نجيبوا لكم موديل، يعني اي كاتيجوري كتخيلها غادي ندوزوها ان شاء الله تعالى. فاش غنوصلوا فاش غن يعني ندوزوا بزاف ديال لي موديل غنجيبوا لي بيسي جيمر وغادي نجيبوا البيسي ديال كيف ما بغيتي انت تمنطيه، بغيتي تزيد فيه في الرام تزيد فيه في الديسك تجميعه حتى هي ان شاء الله تعالى خدامين عليها الاخوان. احنا كاينين في مدينه الدار البيضاء اقامه جوهره سيدي مومن، كنديروا ليفريزون المغرب كامل، يكفي انك تتواصل معنا فيما كنت في المغرب كتفرسينا الفليسات كنصيفطوا لك المسائل ديال، وعندك 4 ديال الاشهر ديال الضمان. فاش كنقول الاخوان 4 ديال الاشهر ديال الضمان، عندك وثيقه ديالك ورقه النهار فاش خديتيه، شي مشكل ديالنا حنا كنتكلفوا بهذاك الحاسوب، ولا هذا الحاسوب هذا الا ديتيه من عندي وديتيه لشي تكنيسيان ولا شي واحد كيفهم في لافورماتيك مزيان وقال لك هذا البيسي هذا راه روسيكلي راه ما خايب جيبوا لي نعطيك الاموال ديالك في البلاصه، ما كاينش نقاش. اخوان تحيه لكم، تبارك الله عليكم وشكرا على الثقه ديالكم.